إذن هذه اتفاقية هي تكريس للمجهودات المتكاملة لمختلف المؤسسات الفاعلة. إن مسار تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت قد تعزز اليوم بإبرام هذه الاتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي وكذا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك. ستسمح هذه الاتفاقية الجديدة باستكمال حلقة التشغيل البيني لنظام الدفع الإلكتروني للمنصتين النقديتين البريدية والبنكية من خلال إتاحة خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقات النقدية.